خبر مساء الأمس كان عن الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال إدويكات، قال أن هناك موقوف توفي في أحد مراكز الأمن منتحرا، كما قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية. المفوض السياسي العام والناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال إدويكات قال أن مواطن توفي وهو محمد طارق البنا عمره 27 عام من سكان قلقيلية تعود أصوله إلى مدينة نابلس. قال بأنه وجد منتحرا في أحد مراكز الأمن الفلسطيني، وقال أيضا بأن المواطن البنا تم توقيفه بعد صدور عدة مذكرات اعتقال بحقه على قضايا جنائية. أشار أيضا إلى أنه تم إبلاغ مؤسسات حقوق الإنسان بهذا الأمر، وأن النيابة العامة التي بدورها باشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابسات الوفاة والإعلان عن النتائج. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الدكتور عمار إدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. دكتور عمار صباح الخير، أهلا بك معنا. صباحك. إذن هذا الخبر يعني الذي أعلن عنه الناطق باسم الأجهزة الأمنية لواء طلال إدويكات عن وفاة مواطن منتحرا داخل، يعني كان موقوفا داخل أحد مراكز الأمن وهو محمد طارق البنا، كيف تابعتم هذا الأمر بالبداية دكتور؟ يعني احنا تم إبلاغنا بهذا الأمر بالأمس حوالي الساعة 10:30 مساء من قبل مصدر مسؤول في جهاز الاستخبارات. في مثل هذه الحالة، يعني هذه الحالات احنا كهيئة نباشر تحقيقنا من خلال اولا انتداب طبيب شرعي بالتنسيق مع النيابة العامة للمشاركة في التشريح والكشف الظاهرة على الجثمان، وهذا ما سيجري اليوم، وتم التنسيق لذلك مع النيابة العامة ومع الطب الشرعي الفلسطيني، سيكون طبيب منتدب من طرفنا وأيضا كما فهمت من طبيبنا عائلة المرحوم تواصلت معه وطلبت أن يكون أيضا ممثلا عنهم، وبالتالي موضوع تشريحنا يعني نتابعه. الآن نجمع معلومات من نفس جهاز الاستخبارات حول ظروف توقيفه، أي ساعة تم إدخاله، ما هي التهم التي توجهت إليه، علما بأنه شخص مدني هو وليس عسكري. التهم يعني التي وجهت إليه، كيف تم التحقيق معه، أي ساعة، كل أمور هذه. على ماذا كان موقوف دكتور؟ هل لديكم معلومات؟ هلا هم حسب ما أبلغونا، وهذه كلها أمور طبعا نحن سنقوم بفحصها والتأكد منها والتحقق منها، لكن حسب ما أبلغونا أنه عليه قضايا تتعلق بقضايا جنائية ما في ذلك موضوع أسلحة وغير ذلك. إحنا كهيئة يعني نتحقق من كل المعلومات من مصادر رسمية ومصادر أيضا من العائلة ومن أيضا متابعاتنا، ويعني في مثل هذه الحالات، وسنصدر موقفنا يعني وحسب ما يعني يتجمع لدينا من معلومات وحسب ما يتكون لدينا من قناعات، كما قمنا بذلك في حالات سابقة. نعم. وبالتالي إحنا الآن انتظار نتيجة التشريح. أيضا سنقوم يعني بزيارة جهاز الاستخبارات والاطلاع على مكان التوقيف والغرفة التي يعني كانت فيها الوفاة وكل هذه الأمور، ويعني نجمع كل المعلومات، وعندما تتوفر لدينا المعلومات كاملة سنعلنها. أيضا نتابع مع النيابة العامة سواء النيابة المدنية أو النيابة العسكرية اللي يفترض أيضا أن يباشروا تحقيقاتهم في هذا الأمر، ويعني حسب مسار التحقيق الرسمي، يعني إذا شفنا التحقيق الرسمي والتحقيقات تسير باتجاه صحيح وكذا، لكن احنا ممكن احيانا الهيئة في بعض الحالات تقدر انه بحاجة لإصدار تقرير خاص ومفصل مثل ما جرى في حالات اخرى. دكتور يعني انت ذكرت نتابع التحقيقات، التحقيقات تقوم بها جهات رسمية، احنا كهيئة نقوم بتحقيقاتنا في في أسئلة بحاجة مثلا حسب خبرتك فيها إلى إجابات. يعني أنت ذكرت أنه مدني دكتور لكنه كان متواجد عند الاستخبارات، ألا يثير هذا يعني تساؤل أيضا؟ طبعا هذه كلها من القضايا اللي احنا سنفحصها، لماذا يعني تم توقيفه لدى الاستخبارات علما أنه مدني. طبعا هو بيقولوا أنه هناك كان أطراف يعني عسكريين في الموضوع، يعني لكن هذه الأمور كلها بحاجة لفحص وتدقيق سواء من ناحية القانونية أو من ناحية الإجراءات أو من ناحية التعامل.
يعني احنا الهيئة فينا اجراءات في هذا الموضوع ونقوم بها الان. بس في نقطتين دكتور هل اثارت فضولكم؟ النقطة الاولى الامن اعلن انه توفي منتحرا، وانت حسب خبرتك بتعرف مراكز التوقيف ومراكز الاحتجاز عادة يعني صعب جدا فيها الانتحار، يعني لا يوجد اي ادوات تساعد اي احد على الانتحار فيها. انا لا اريد أنا أمتثل نعم انا لا اريد ان استبق التحقيق، يعني لا القصد هل الانتحار سهل في مراكز التوقيف؟ حصلت حالات انتحار يعني سابقا في مراكز التوقيف في الضفه وفي غزه، لكن ايضا اي حاله وفاه في مركز احتجاز هو محل دائما تساؤل وبحاجه ل يعني تحقيق صحيح كامل وعدم الاكتفاء بالروايه الرسميه، وهذا من تجربتنا كان. نعم وهذا ما نقوم به احنا دائما، احنا يعني نسمع من الجهات الرسميه لكن ايضا نقوم بتحقيقاتنا، والان سيكون هناك اليوم تشريح كما ذكرت لك سيكون طبيب من طرفنا، واحنا يعني الهيئه يعني مصداقيتنا ان احنا اي معلومه توفر لدينا نعلنها للراي العام. هناك نقطه اخرى دكتور لا اعرف اذا لفتت انتباهك ايضا، انه هو شقيق احد المطلوبين للاحتلال وهو من عرين الاسود، يعني هذا ما يتم تداوله ايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذه النقطه اثارت فضولك ايضا؟ قلت لك يعني اي حاله وفاه في مركز احتجاز تثير تساؤلات لدينا بغض النظر عن الملابسات هذه الحاله تحديدا، وبالتالي نقوم مباشره بتحقيقاتنا الكامله في هذا الموضوع، وايضا نتابع التحقيقات التي تقوم بها الجهات الرسميه، وايضا نتواصل مع العائله ويعني نقوم بعملنا واحنا ما بدانا به الان، ولا اريد ان يعني ان اتفق ونعمل اي نوع من انواع التخمينات الان في هذه الحادثه، احنا بنجمع معلومات وكهيئه احنا لا نخفي اي شيء، اي معلومه توفر لدينا في قناعه اذا شعرنا اي شيء احنا سنعلن ذلك رأينا. اليوم سيتم الاعلان، اليوم سيتم النشر دكتور؟ احنا الان نتابع الموضوع وحسب يعني سير ما توفر لدينا معلومات نقدر يعني حسب الان شو الوضع، وبالتاكيد احنا الهيئه لا نخفي شيء عن الراي العام، لا نخفي شيء عن العائله، نتابع الموضوع بشكل يعني حثيث وان شاء الله يعني تتضح الأمور بأسرع وقت. يعني ما في يوم محدد إذا اليوم بكرة كذا أيام ستنشر؟ إحنا عادة نصدر تقرير أولي أو موقف أولي صحيح. يعني ممكن خلال يعني الآن خلال ساعة ساعتين نعطي الموقف الأولي، نحن نقوم بالمتابعة تمام. لكن إعطاء أي معلومات أو يعني تفاصيل قضية تعرف هذا تحقيق بحاجة إلى يعني وقت وحساس، ولا يمكن إنه إحنا يعني من أجل إنه يعني كأنه استعجال، يعني لا يجوز الاستعجال يعني حفاظا على الحقيقة. نعم. وبالتالي أهم شيء الآن ما يهم المواطنين، ما يهم العائلة، ما يهمنا كمؤسسات حقوقية ومعرفة الحقيقة ما جرى بالضبط. هناك رواية رسمية لكن احنا سنتحقق من كل ما جرى. شكرا جزيلا لك الدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تحياتي.